وعشاق الكبار في هذا اليوم، حيث انتهت من خلال الانطلاقات والتحديات ونحن في ثالث جولات هذا الصباح، حيث أربعة جولات في انطلاقات هذا اليوم، والجولة الأخيرة هي خصصت لأشواط الانتاج، بينما هذه الجولة هي آخر جولات الأشواط المفتوحة. نسير مع أشواط الجعدان المحليات الأصايل، حيث تنطلق هذه النخبة مع شعارات الأخوة الملاك والمضمرين في يوم مليء أكيد بلا شك بالسعادة ومليء بالإثارة ومليء بالابتسامة بإذن الله تعالى. نسير إلى المركز الأول، حيث يتقدم سنيار عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني، هو الآن من يسيطر على المركز الأول وبداية النداء لهذا الشوط. المركز الثاني ننتقل إلى الفيل لسعيد بن حمد بن سيف العامري، يتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث فالانتقال إلى سليل أحمد بن محمد بن كراز المهيري، وصل ليقدم لنا سليل في هذا الموقع وهذا المكان. والمركز الرابع ننتقل مباشرة إلى الشامي وعبد الله بن حمودة النيادي، وصل الآن وخذ المركز الرابع. بينما المركز الخامس يتواجد مياس والملكية لمحمد بن علي بن راشد بن كليب الاجتبي، يتقدم ليقدم لنا من خلال هذه اللحظات مياس. هذه الخمسة نشوف المركز السادس شاهين، ويأتي عمر بن خلفان بن علي الرفيسة ليقدم لنا شاهين. المركز السابع النقلة التالية على شعار بن عبلان ليتقدم شاهين وراشد بن حمد بن عبلان الاجتبي. بينما المركز الثامن اللي وصل في هذه الانطلاقة ها هو شاهين مانع بن محمد بن قضيب العليلي في المركز الثامن. والمركز التاسع وصل الآن بشار سيف بن ثعيل بن حاي المزروعي. بينما المركز العاشر شعار بن غريب يتقدم ليقدم الشامخ وغريب بن راشد الاجتبي. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء والمشاركين في انطلاقة هذا الشوط. النداء الأول، الكل أكيد بلا شك يتابع موقعه، يتابع مكانه الصريح الصحيح في انطلاقات هذا الصباح. البداية مميزة والأداء بلا شك أجمل في اللقاءات الجميلة، اللقاءات الأصيلة. أعود إلى البداية والعودة إلى مركز الصدارة. هناك تغيير، هناك سليل الآن من غير النتيجة، سليل وتقدم إلى صدارة الشوط. أحمد بن محمد بن كراز المهيري الآن يتقدم ويحصد المركز الأول. بينما المركز الثاني يتواجد بن كليب ليقدم لنا مياس في هذه اللحظات، محمد بن علي بن راشد بن كليب. والمركز الثالث يتقدم عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني ليقدم لنا سنيار كم سافر وتوكل على الله، راح إلى المركز الثالث في غزو لناموس هذا الشوط. أما المركز الرابع شاهين يتقدم، عمر بن خلفان بن علي الرفيسة يقدم لنا شاهين من يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس ها هو مشاهدين الأعزاء، يسير الفيل لسعيد بن حمد بن سيف العامري في المركز الخامس. بينما المركز السادس وصل بن قضيب ليقدم شاهين كذلك مانع بن محمد بن قضيب العليلي في المركز السادس. والمركز السابع النقلة على شاهين وراشد بن حمد بن عبلان الاكتبي، هو من شاهدين يتواجد سابعا. النقلة إلى المركز الثامن، وهناك يتواجد بشار سيف بن ثعيلب بن حاي المزروعي، واصلا في ثامن المراكز. المركز التاسع غريب بن راشد الاكتبي يقدم الشامخ في تاسع المراكز. والمركز العاشر في أول ندى لمياس محمد
بن راشد بن سرداحة الاكتبي واصل براشد ليقدم لنا من خلال هذه الانطلاقات مياس. ها هي النتيجة في انطلاقات هذا الشوط في تحدي هذا اللقاء. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء المتابعين الكرام، هذه النتيجة للأسماء اللي ذكرناها، ولكن خلف العشر هناك أسماء صالت وجالت، هناك أسماء يعني تتقدم ولكن في تقدمها في النهاية خوف، في تقدمها أداءها الكبير بلا شك، مشاركة مميزة وأداء جميل وراقي حتى خط النهاية. أعود إلى صدارة الشوط وأعود إلى مياس اللي يتقدم مياس، لكن هناك الله يا سليل يا سليل يا سليل يا سليل، لازال المسيطر، لازال متقدما حافظا وخاطفا لناموس الشوط. أحمد بن محمد بن كراز المهيري هو الآن المتقدم، لكن الصراع عندما يكون ثنائي، عندما يكون ثنائي وتبادل المراكز، تبادل للاثنين. مياس المركز الثاني يتواجد هناك على المركز الثاني حيث يقدم مياس. محمد بن علي بن كليب الاجتبي يأتينا في المركز الثاني والمركز الثالث. وصل الآن شعار الرفيسة، وصل شعار الرفيسة يتقدم مع شاهين عمر بن خلفان الرفيسة. المركز الرابع الله يبن قضيب بدأ يتسلل، بدأ يخطو خطوات قوية وخطوات جميلة وهجمات إلى المراكز الأولى. ها هو شاهين مانع بن محمد بن قضيب العليلي، هناك الآن بدأ يصل إلى موقع الصدارة، بدأ يصل إلى الأربعة اللي في أوائل الشوط، ولكن نشوف المركز الخامس اسم جديد، هذا أول ندى شعار بن رقراقي واصل مشاهدينا الأعزاء ليقدم عشاق 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 عشاق. تعود ملكيته لعبد الله بن جمال بن محمد اللي على المركز الخامس. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة في الخماسية، في الخماسية الماسية. أشوف المركز السادس عندك يا بن ثعلب يقدم بشار، ولكن تسلل خليفة بن عوض بن خويتم العامري، وصل الآن مع العبار وعبر العبار هذا الموكب الكبير ليتقدم في هذا الشان المميز، ولكن بن سرداح يقدم مياه. راشد بن محمد بن راشد بن سرداح الاكتبي وصل وخذ المركز السابع. المركز الثامن بن عبلان، راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي يقدم شاهين، وهناك شعار الكديدة. هو واصل منومس 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 سعيد بن عمير بالكديدة الآن يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع الشامخ وغريب بن راشد الاكتبي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم في تبادل سريع إلى هذا الشوط، الكل يخطو خطوات السرعة، الكل يخطو خطوات الثمانية كيلومترات في نيل الفوز والانتصار، لكن المقدمة لا زالت هناك في تحدياتها في لقايا الثلاثية. الثلاثية على المركز الأول، تغيير الآن، الآن التغيير حصل، الآن التغيير طرى، الآن التغيير جرى على مقدمة الشوط من عشاق عبد الله بن جمال المري، الآن هو المتقدم، الآن هو الخاطف لناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك بن قضيب يقدم شاهين، مانع بن محمد بن قضيب العليلي، وليس هناك مانعا بأن تفوز بالمركز الأول يا مانع. المركز الثالث يتقدم مياس في ثالث المراكز، ويأتينا محمد بن علي بن راشد الاكتبي ليقدم مياس، ولكن الشامخ واصل غريب بن راشد الاكتبي وصل الآن وخذ المركز الخامس. المركز السادس عمر بن خلفان الرفيسة، بينما شاهين يتسلل الآخر. الله يا معركة الجعادين، الله يا معركة التحدي في الميدان. ومشاهد الأعزاء راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي كذلك يقدم شاهين في هذه اللحظات، والكل الكل نحو الناموس والصدارة، الكل نحو الناموس والصدارة طالبا في هذا اللقاء. لكن أشوف وين التبديل، وين التغيير، اختلط الحابل في النابل بين هذه الشعارات، ولكن أعود إلى الشعار الأول، الشعار اللي احتل المركز الأول. الشامخ، الشامخ الآن، الشامخ يسير إلى مكان الشموخ، إلى مكان
عن العلو وغريب بن راشد الكتبي الآن تقدم إلى صدارة الشوط المركز الثاني. أشوف عندك يا بن كليب ليقدم مياس محمد بن علي بن كليب الكتبي، ولكن شاهين الآخر من الجانب الآخر راشد بن حمد بن عبلان الكتبي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع نشوف الهجوم عندك يا بالكديد، منومس 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 واصل يتقدم سعيد بن عمير بالكديد وصل الآن وخذ المركز الرابع. المركز الخامس عمر بن خلفان الرفيسة يقدم شاهين، الله يستلال الشاهينية، الله يستلال الشاهينية في منافسات خطيرة، في منافسات ثنائية، في منافسات نهائية لمجريات هذا الشوط. وبن سرداح يتواجد في المركز السادس، راشد بن محمد بن راشد بن سرداح الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، ولكن لائحة 1200 على خط النهاية، ويلا يلا مسرعين نحو النهاية. عمر بن خلفان الرفيسة الرفيسة هو الآن المتقدم ليقدم لنا شاهين على صدارة الشوط. يليه في المركز الثاني هناك الشامخ غريب بن راشد الاجتبي يحتل الآن المركز الثاني. هؤلاء الاثنين بينهم التنافس حتى خط النهاية، والتنافس يحين بين الاثنين، حاير طاير بين الشاهين بين الشامخ. المركز الثالث أشوف العامري واصل، أشوف هداد عبيد بن محمد بن سالمين العامري واصل في أول ندى ليقدم لشاهين في هذه اللحظات. ومياس المركز الرابع محمد بن راشد بن علي الاكتبي، ولكن عودة إلى صدارة الشوط. شاهين لم يستسلم حتى هذه اللحظات، شاهين لم يستسلم. وعمر بن خلفان الرفيسة سلام لأهالي الذيد. نشوف اللحظة الجميلة وغريب بن راشد الاكتبي يقدم لنا، لازال مع الشامخ، الشامخ وشاهين، شاهين والشامخ، الثنائية الثنائية الشامخ، ولكن شاهين أهالي الذيد وأهالي الهير، أهالي الهير وأهالي الذيد، لأن أهالي الهير الأقرب، أهالي الهير اللي تقدموا مع شاهين مع الشامخ، الشامخ غريب بن راشد الاكتبي. سلام 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 وتحية واحترام لأهالي الهير على هذا الفوز. شكرا قايد فيلق الجبيب محمد بن غريب بن راشد الاجتبي. أبو راشد هنا لحظات الوصول، لحظات التحدي والمنافسة، والسلام لأهالي الهيار. غريب بن راشد الاجتبي تهانينا والناموس على الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين عمر بن خلفان الرفيسة، المركز الثالث شاهين. يأتي مشاهد الأعزاء عبيد أو هداد لعلي بن سلطان عبيد العامري بن سالمين العامري. المركز الخامس المركز الرابع مياس، تعود ملكيته لعلي بن راشد الاكتبي. والمركز الخامس عموما على كل حال مشاهدينا الاعزاء من خلال التحديات نسير الى التوقيت الزمني، توقيتنا الزمني مشاهدينا الكرام لحظات الوصول الشامخ 13 دقيقة ثانية واحدة 6 اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس غريب بن راشد الاجتبي على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الرقم 1 في انطلاقة شوطنا 11. بينما المركز الثاني كان شاهين عمر بن خلفان بن علي الرفيسة، حيث حلف المركز الثاني. توقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 3 اجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الانتصار وتقديم المنافسة الجميلة والمميزة. اما الشوط الثالث او المركز الثالث كان هداد عبيد بن محمد بن سالمين العامري، 13 دقيقة و6 7 ثواني 3 اجزاء من او جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.